شاركت في مباراة موهوب العرب والآن في الرياض في جامعة الأميرة نورة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي. أخذت كورس البيوتكنولوجي وبيوميديكال إنجينيرينج وأنا الآن رايحة للصف 11. رشحت لأشارك في مباراة موهوب العرب، بعدها أخذنا اختبار، كان اختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية. كان الاختبار صعب شوي، ما كنت أعرف يعني ما كنت أظن أني بجتاز الاختبار، لكن الحمد لله شسته وأخذت موهبة استثنائية. رشحت عشان أشارك في كم برنامج، كان منهم برنامج موهبة الإثراء العالمي اللي اخترته عشان لهذا الصيف. يعني كورس البيوتكنولوجي والبيوميديكال إنجينيرينج شوي متقدم علي لأنه باللغة الإنجليزية، لكن أنا درست يعني كل دراساتي كانت باللغة العربية، لكن يوم بيوم يكون أحسن، أفهم أكثر وأخذ معلومات أكثر. كل زملائي الحمد لله طيبين، أستانس في الكلاسات، أتعلم كل يوم أكثر. خذوا أي فرصة تجيكم لأنه مستحيل ما تعرفوا وش بيصير، ممكن تكون أفضل خيار سويته في حياتكم. يعني explore everything.